بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم مشاهدينا الأكارم. طيب الله أوقاتكم وجعلها مفعمة بالخير واليمن والبركات وصالح الأعمال، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الوجه الآخر. في هذه الحلقة مشاهدينا نستكمل التعرف بكل شفافية وموضوعية وبالأدلة والشواهد على فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ونسأل: لماذا حفلت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بفتاوى تكفر أتباع جميع المذاهب الإسلامية وعلمائها؟ ولماذا ألزم الشيخ المسلمين بما فهمه هو من عقيدة التوحيد ولم يترك لعلماء المذاهب وأتباعهم بأن يعملوا وفق ما فهموه هم من التوحيد؟ وبعد مرور أكثر من قرنين على وفاة الشيخ المؤسس ومآسي استباحة دماء عشرات آلاف المسلمين بدعوى الشرك والبدع، هل سيراجع علماء الوهابية اليوم منهج الدعوة وتاريخها للانفتاح على العالم الإسلامي بنشر الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة بعيدا عن التكفير، وبالتالي ترك الحرية للمسلمين بأن يمارسوا دينهم وفقههم وفق التزامهم بمذاهبهم وفتاوى علمائهم؟ هذه المحاور وغيرها مشاهدينا نناقشها مع ضيوف الحلقة بإذن الله، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. تعتبر الوهابية تبعا لابن تيمية أن منهجها هو التمسك بالآيات القرآنية، ولكن حين نفحص هذا الفكر يتبين أنهم لن يتفكروا في مفادها وموردها. فيدعي الوهابيون على سبيل المثال للحصر أن دعاء الصالحين والاستغاثة بهم والطلب منهم شركا، بحجة أنه سبحانه عد دعاء المشركين للأصنام والأوثان شركا، وهم بهذا يساوون بين الأصنام والأوثان وبين الرسل والأنبياء والأئمة والصالحين. وقد أحصى علماء المسلمين أكثر من 800 فتوى تكفير للمسلمين من قبل الوهابية، بعد أن كانت بحدود 280 فتوى تكفير على عهد ابن تيمية. بمعنى تطور الفكر التكفيري الدموي أضعاف ما كان عليه زمن مؤسس فتاوى التكفير ابن تيمية الحراني. فما هي حقيقة الفكر والدعوة الوهابية كي تصدر هذا الكم الكبير من الفتاوى التي تبيح دماء المسلمين وتعتبرهم مشركين؟ وهل يمكن اعتبار الدعوة الوهابية ومتبنياتها على أنها دعوة تكفيرية أسست لمشاريع أنهار الدماء التي سالت وربما تسيل بين صفوف المجتمع المسلم، والتي تتبنى الجماعات التكفيرية المنهج الوهابي التيمي؟ أهلا بكم مشاهدينا الأكارم من جديد، اسمحوا لي أن أرحب بضيوف الحلقة. معي هنا في الاستوديو سماحة الشيخ لؤي المنصوري، الباحث والكاتب الإسلامي. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وحيا الله المشايخ الأفاضل والمستمعين والإخوة والأخوات جميعا، حياكم الله. أهلا بكم، وأيضا اسمحوا لي أن أرحب بفضيلة الشيخ محمد الزعبي، الباحث في القضايا الفكرية والوحدة الإسلامية. سمحت الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا كل الإخوة المشايخ وكل المشاهدين الكرام.
أهلا بكم، واسمحوا لي أن أرحب عبر السكايب معنا من المملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ عبد العزيز الشريف الداعية الإسلامي. سمعت شيخ، السلام عليكم وأسعدتم أوقاتكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور جمال، أحييك وأحيي كادر هذه القناة، وأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. سوف أبدأ معكم سمحت شيخ. الدارس للمذهب الوهابي أو للحركة الوهابية يدرس طبعا الكتب، يتفاجأ بكم كبير من فتاوى اصطلح عليها بفتاوى التكفير. لماذا برأيك سمحت شيخ؟ وهل هذا الأمر سيؤدي إلى يعني قبول الآخرين لهذه الدعوة، أم أن الخوف سيسيطر عليهم؟ تفضل. الحمد لله، أصلي وسلم على رسول الله نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين، وعلى صحابته الغر الميامين، ومن سار على نهجهم وسار وسلم تسليما كثيرا. بداية أحييك الدكتور جمال، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. أنا لا أدري ما هذا الانتقائية العجيبة. الله عز وجل يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. إذا كان هناك في كتب الوهابية قضية التكفير، فعند غيرنا أطم وأعم وأشمل. نحن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، وأتحدى أن يأتيني أحد ويقول: ترى أنت في كتبكم التكفير على مصراعي. أقول: أتحدى، نحن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله وبالدليل وبالبرهان، ولسنا نلقي الكلام جزافا ولا نلقي التكفير جزافا، لأن هذا فيه تعد على حدود الله وعلى شرع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك علماء وهناك مذاهب، للأسف لو اطلعت على كتبها ومؤلفاتها لوجدت التكفير عام وطام بدون تروي وبدون تمهل، يكفرون كل أحد. الكرة الأرضية كلها كافرة، كل الكرة الأرضية كافرة إلا فئة معينة. مثلا خذ هذا، يقول أبو جعفر الطوسي عن ميثم، قال: ألا أحدثكم بحديث عن الحسين بن علي؟ فقلت: بلى. قال: دخلت عليه وسلمت إلى قوله: يا حبابة، إنه ليس أحد على ملة إبراهيم في هذه الأمة غيرنا وغير شيعتنا، ومن سواهم منها براء. بالله عليك، ماذا يعني هذا الكافر؟ هذا تكفير عام شامل، يعني الكرة الأرضية كلها كافر، ما في إلا الشيعة. فأقول لك هذه الازدواجية وهذه الانتقائية ظلم وعدوان، والله لا يحب الظلم، والله عز وجل لا يحب العدوان. لا بد أن نأتي ونقول: انظروا، اقرأ كتبنا ومؤلفة، ما فيها تكفير مثل ما أقرأت لك الآن. أيضا يقول أبو جعفر الطوسي أيضا في المصدر نفسه، اللي هو أعطيك المصدر، المصدر طال عمرك اختيار معرفة الرجال، صفحة 198، يقول في المصدر نفسه عن حبابة الوالبية، قالت: سمعت الحسين بن علي يقول: نحن وشيعتنا على الفطرة التي بعث الله عليها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وسائر الناس منها براء. أيضا يقول الحاج أقا حسين الطبطبائي البرجردي في موسوعته جامع أحاديث الشيعة، باب اشتراط قبول الأعمال بولاية الأئمة عليهم السلام واعتقاد إمامتهم، ثم ذكر في المصدر نفسه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: والذي بعثني بالحق لو تعبد أحدهم 1000 عام بين الركن والمقام ثم لم يأتي بولاية علي والأئمة من ولدي عليهم السلام أكبه الله على منخريه في النار. ما هذه الانتقائية؟ وما هذا الكلام الذي لا أساس له من الصحة؟ أيضا يقول الشيخ الصدوق ابن بابويه القمي: واعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعدي عليهم السلام أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء. الله أكبر. واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك أشياء، يقول الشيخ عبد الله شبر ما نصه عن الشيخ المفيد في كتابه المسائل: اتفقت الإمامية
على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال، كافر ضال، مستحق للخلود في النار. وقال شيخ الطائفة الطوسي: ودفع الإمامة، ودفع الإمامة كفر، كما أن دفع النبوة كفر، لأن الجهل بهما على حد واحد. وقال الفيض الكاشاني، وقال ابن المطهر الحل: هذا تكفير للكرة الأرضية جميعا، يعني ما في إلا مذهب معين وهو الشيعة. ائتني من كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه يكفر الكرة الأرضية، هذا يا أخواني ما يجوز، لابد من العدل والإنصاف. نحن في كتبنا نأتي بشروط التكفير، نعرف ما من الذي يكفر والذي لا يكفر، وما هي شروط التكفير، ومن الذي يستحق التكفير ومن الذي لا يستحق. أما نأتي في كتب الإمامية أن الكرة الأرضية كلها كافر، الكرة الأرضية من شرقها إلى غربها إلى شرق إلى كفار. لماذا؟ على شيء نسأل الله، على الإمامة، ما أدري إمامة الإمام علي، إمامة مدري إيش. فالكرة الأرضية كافر الآن. أما في كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب حتى هو يقول: لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله. أتحدى تجد لي في كتاب التوحيد أو في كتاب كشف الشبهات أن الإمام يكفر كما كفر غيرنا الكرة الأرضية جمعاء. الآن الكرة الأرضية على حسب هذه الروايات كافرة، وأعمالها باطلة، صيامهم لرمضان باطل، صلاتهم باطلة، أعمالهم باطلة، لأنهم كفار. فالكرة الأرضية على روايات الإمامية آل البيت أن الجميع كلهم كفار، هذا تكفير العموم، وليس مؤمن إلا هم كما أوردت لك بعض الروايات. أما نحن ونعوذ بالله من أن نكفر أحدا لا يستحق التكفير، بل إننا عندنا مفردات يا دكتور جمال، فضل. نقول: هذا الفعل كفر، ومن فعل ذلك كفر. ائتني أنني قلت فلان كافر أو فلان يستحق لا، نحن عبارات الحمد لله، عبارة ابن تيمية، عبارات محمد بن عبد الوهاب، عبارات المفتينا، عبارات مشايخنا، عبارات منتقاه. من فعل ذلك فقد كفر، ومن قال ذلك فقد كفر. فهذه مفرداتنا، وهذه علومنا، وهذه أخبارنا، وهذه مؤلفاتنا. فنحن ولله الحمد لا نكفر إلا من كفر. وأيضا نقول أن الكفر ملك لله ورسوله، الكفر ملك لله ورسوله، فلا يحل لأحد أن يكفر أحدا إلا من كفره الله ورسوله. هذا هو الذي نحن نقوله ونردده في مؤلفاتنا وفي كتبنا وفي مدارسنا وفي مجالسنا وفي أماكن دراستنا. نعم، أحسنتم كثيرا، شكرا لكم سماحة الشيخ. أنتقل إليكم سماحة الشيخ لؤي. قدم شيخ عبد العزيز هذه المطالعة، هو استطلع بعض الأحاديث وانتخب المذهب الإمامي، وذكر لك بعض ما هو مذكور في كتب الشيخ الطوسي وغيره، فما هو ردكم على هذه النقطة؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأبدأ بهذه الآية التي لها مدخلية في بحثنا. قال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. العبارات التي قرأها جناب الشيخ عبد العزيز مستقاة من هذه الآية القرآنية. فالجحود الوارد في كلمات العلماء التي نقلها تفسره ومستقى من هذه الآية القرآنية، أن الإنسان حينما لدينا مفاهيم، هذه المفاهيم لها معانيها المحددة، تارة شخص ينكر عن جهل هذا لا يسمى جاهل، تارة ينكر عن جحود بمعنى يعلم بثبوت الشيء لكن يتعالى عليه، كما بينت الآية: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعني هو ثابت له
لديه يقين بثبوته، كمن يعلم بفطرته أن الله سبحانه وتعالى خالق السماوات ثابت وينكره. هذا ماذا نقول عنه؟ هو جحد الله سبحانه وتعالى. فالفقهاء حينما جاءوا بمصطلح الجحود هم يعلمون كيف يستخدمونه، يضعونه في معناه، وهو إنكار بعد استيقان وبعد ثبوت. هذا فيما يرتبط بالكلمات. أما الروايتان التي نقلهما من كتاب الكشي من التلخيص شيخ الطوسي فهما ضعيفتان. ثم نحن الشيعة نفرق، وبقية المسلمين نفرق بين كفر وكفر. تارة هناك كفر يخرج الإنسان عن الملة، وهذا بإجماع فقهاء الشيعة أن كل من تشهد الشهادتين عالم جاهل هو مسلم، حرام الدم والمال والعرض، وأما بقلبه وجوانحه فذاك مرتبط بينه وبين الله سبحانه وتعالى. علينا بالظاهر. وهنالك عبارة للشافعي أيضا في كتابه الأم يقول أن الأحكام تؤخذ بالظاهر، أما البواطن فهي إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك الإمام الشاطبي لديه عبارة حينما يقول بأن مدار الحكم في الاعتقاد على الظاهر، وسنتنا في ذلك ومقتدانا في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتعامل مع المنافقين وفق ما يعلمه من الوحي بباطنهم. هم ينكرون في باطنهم، ينكرون نبوة النبي ويتعالون على ذلك ويجحدونها، لكن بما أنهم أسلموا بألسنتهم فعصموا دماءهم. وخير دعاء للإمام السجاد عليه السلام حينما يقول يطلب من الله سبحانه وتعالى ويدعو الله أن هناك أناس أسلموا بألسنتهم فعصموا دماءهم. هذه تعليم أئمة أهل البيت عليهم السلام. ولذلك فتوى الفقهية القائمة وحتى مؤخرا سواء من الإمام الخامنئي أو الإمام السيستاني أصدروا هذه الفتوى أن عموم المسلمين شيعة وسنة بكل طوائفهم الذين يتشهدون الشهادتين هؤلاء مسلمين ظاهرا وباطنا، أما الأعمال فهي بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. والكلمة للإمام السيستاني أن السنة هم أنفسنا. نعم هذا شيء واضح. لكن الإشكالية حينما يأتي الإنسان ويريد أن يتعالى، نحن حينما نتحدث عن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، لأنه دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب شكلت فاصلا مفصليا في حياة الأمة الإسلامية. الشيخ محمد ابن عبد الوهاب جاء بأمرين غريبين جدا عن الأمة، يعني لم يعهد لا في التراث الفقهي ولا في التراث الحديثي، أنه حكم على نفسه بأنه الطائفة الموحدة وأن غيره كفار خارجين عن الملة. هذا الشيء الأول. ولم يتوقف عند حدود هذا الأمر الأول، بل رتب على هذا الأمر الأول أن كل من خالف أو لم يرتضي دعوته واجب الإباحة، لأنه مباح، واجب الإباحة. لاحظ حينما يأتي الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يعرف عن دعوته هو بكلامه هو لا بغيره، هذا في الدرر السنية في الأجوبة النجدية الجزء العاشر. هذا الجزء العاشر نأخذ التعريف من نفس الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في صفحة 112. ماذا يقول نفس الشيخ محمد عبد الوهاب؟ اعلم إني عرفت بأربع مسائل. الإنسان جاي عرف عن نفسه أنه معروف بأربع مسائل: بيان التوحيد الأولى، الثالثة تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله ثم أبغضه، يعني التوحيد الذي هو
أتى به الذي هو أتى به, أو فهمه. لا توحيد, لا أطلس التكفير. تفضل. أطلس التكفير هذه فتاوى الأئمة النجدية. يقول نحن لن نكفر أحد, فتاوى الأئمة النجدية. هنا يطرح أطلس كامل للتكفير. لقد ملأ المبحث الأول صفحة 49, لقد ملأ الشرك الأرض قاصيها ودانيها, وللشيطان ما يبذل من أهله, وليس للرحمن من ذلك نصيب. يبدأ حال بلاد نجد كفار, بلد الدرعية كفار, حال بلاد الحرمين كفار, حال بلاد الطائف كفار, حال بلاد مصر وفيومها كفار, حال أهل اليمن كفار, أرض نجران كفار, حال بلاد الشام والعراق كفار. يأتي في الموصل رافضتهم وسنيتهم كفار, وهكذا حال إلى أن يتكلم. أقرح الوثيقة هذه. وثيقتين استتاب بهم أهل مكة والمدينة يقرون على أنفسهم في الدرر السنية, الجزء الأول صفحة 314, يقرون على أنفسهم هكذا يقول فيه: وأن ما وقع في مكة والمدينة سابقا ومصر والشام وغيرهما من البلاد إلى الآن من أنواع الشرك المذكورة في هذا الكتاب أنه الكفر المبيح للدم والمال والموجب للخلود في النار, ومن لم يدخل في هذا الدين ويعمل به ويوالي أهله ويعادي أعداءه فهو عندنا كافر بالله واليوم الآخر. انتهينا. وواجب على إمام المسلمين جهاده وقتاله. وهكذا الوثيقة الثانية لأهل المدينة, لم يتركوا محل ومكان إلا وكفروها. إليكم سمعت شيخ محمد الزعبي, سمعتم ما ذكره الشيخ عبد العزيز وما ذكره سماحة الشيخ لؤي, كيف ما هي النتيجة التي وصلتم لها من خلال أبحاثكم وأنت باحث ومختص بخصوص الدعوة الوهابية وبخصوص دعوة التكفير؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله الطاهرين, ورضي الله عمن اتبعهم بإحسان من أصحابهم وسائر المؤمنين إلى يوم الدين. اسمح لي أن أبدأ بجواب استفتاء لسماحة السيد الإمام الخامنائي حفظه الله. يقول السؤال: ما هو رأي سماحتكم بخصوص إطلاق اسم الأمة الإسلامية على أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى كالفرق الأربعة لأهل السنة والزيدية والظاهرية والإباضية وغيرهم من الذين يؤمنون بأصول الإسلام الحنيف؟ هل يجوز تكفير الفرق المذكورة أم لا؟ وما هي حدود التكفير في العصر الحالي أساسا؟ يجيب الفرق الإسلام. الجواب للسيد علي الخامنائي. نعم. تفضل. السيد الإمام علي الخامنائي. يقول: الفرق الإسلامية بأسرها تعتبر جزءا من الأمة الإسلامية, وإيجاد الفرقة فيما بين الطوائف الإسلامية يعد خلافا لتعاليم القرآن الكريم ولسنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم, كما ويؤدي إلى إضعاف المسلمين وإعطاء الذريعة بأيدي أعداء الإسلام, ولذلك لا يجوز هذا الأمر قط. طبعا نحن هنا نطالب الإخوة الوهابية ببيان يشبه هذا, نطالبهم أن يعلنوا بأن الصوفية والأشاعرة والإمامية والزيدية والإباضية كلهم مسلمون. يعني هو يريد أن يعمل مقارنة ويقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا. على ألا تعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم. وطبعا نحن نعرف, يعني سماحة الشيخ رد على الكتب, ونحن نعرف أنه مذهب الشيعة الإمامية ليس كمذهب السنة في قضية تقليد الميت, بل دائما المذهب يمثله المراجع الأحياء الموجودة. نعم. فنحن الآن أمام السيد السيستاني الحكم الشرعي مداركه المقررة. السيد السيستاني الذي قال: لا تقولوا عن السنة إخوتنا ولكن قولوا أنفسنا. نعم. فنحن نطالب الإخوة الوهابية ما دام نريد العدل والإنصاف أن يقولوا: الشيعة أنفسنا, الصوفية أنفسنا, الأشاعرة أنفسنا, وكل الفرق أنفسنا. نعم.
هلأ إذا أتينا إلى طبعا سمعت الشيخ ذكر أطلس، وأنا أضيف جزر بجانب هذا هذه القارة التي ذكرها من التكفير. يقول أيضا محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر السنية المجلد العاشر، وسبق أن قرأنا له هذا الكلام، الجواب أن من في جزيرة العرب لا نعلم ما هم عليه جميعهم، بل الظاهر أن غالبهم وأكثرهم ليسوا على الإسلام، فلا نحكم على جميعهم بالكفر لاحتمال أن يكون فيهم مسلم. هذا في الدرر السنية الجزء العاشر صفحة 470. أيضا في الدرر السنية الجزء الأول صفحة 495 يقول: فأكثر الناس والمنتسبين إلى الإسلام ضلوا في هذا الباب، فصرفوا للأولياء والصالحين والقبور إلى آخر ما يقول. فإذا أهل العراق، أهل الشام، أهل كذا، كله الجزيرة العربية قد يكون فيها مسلم ما ندري، ولكن بشكل عام هم كفار، أغلب الناس ضلوا. فهذا هو واقع التكفير عند الوهابية. وإذا كان أتينا إلى العلماء الذين كفرهم ابن عبد الوهاب، عثمان بن معمر أمير العيينة سبق أن قلنا قول ابن عبد الوهاب فيه في تاريخ نجد: إن عثمان بن معمر مشرك كافر، فلما تحقق أهل الإسلام من ذلك تعاهدوا على قتله. العلامة محمد بن فيروز الحنبلي يقول: بل العبارة، طبعا يقول محمد بن عبد الوهاب في رسائله الشخصية الجزء الأول صفحة 127، وذكره صاحب الدرر السنية نقله في الجزء العاشر صفحة 36، تفضل. يقول: بل العبارة صريحة واضحة في تكفير مثل ابن فيروز وصالح ابن عبد الله وأمثالهما كفرا ظاهرا ينقل عن الملة فضلا عن غيرهما. طبعا محمد بن فيروز هذا ترجم له صاحب السحب الوابلة على أضرحة الحنابلة ابن حميد المكي، يعني لا أريد أن أضيع الوقت في ترجمته، سأذكر بعض عباراته حتى لا نطيل. يقول: العلامة الفهامة كاشف المعضلات موضح المشكلات محرر أنواع العلوم مقرر المنقول والمعقول بالمنطوق والمفهوم إلى آخره. أيضا العلامة عبد الله بن عيسى المويس الذي ذكره يقول: ابن عبد الوهاب في الرسائل الشخصية الجزء الأول صفحة 13 ونقله صاحب الدرر السنية الجزء العاشر صفحة 116 يقول ابن عبد الوهاب: ولكن أقطع مش والله العلم 100% يسموه القطع، أقطع أن كفر من عبد قبة أبي طالب لا طبعا شيلهم بالطريقة هذول على هامش، هذول مقبلات للتكفير. ولكن أقطع أن كفر من عبد قبة أبي طالب لا يبلغ عشر كفر المويس وأمثاله. شوف هالتكفير في عشر ومقسوم، تعمل له عملية حسابية كل اللي عبدوا، طبعا ما حدا عبد بحسب وهمي، من عبد قبة أبي طالب لا يبلغ عشر كفر المويس. يقول أيضا: إن معشار ما فعلوه رد عن الإسلام بإجماع المذاهب كل، طبعا بعد ما بيحكي: وإذا عرف ما فعل المويس وأمثاله مع قبة الكبواز وأهلها إلى آخره، يقول: إن معشار ما فعلوه ردة عن الإسلام بإجماع المذاهب كلها. أي مذاهب؟ كل المذاهب أجازت هذا التبرك وأجازت هذا التوسل إلى آخره. هذا ما بدنا ندخل بموضوع آخر. على كل حال، الشيخ عبد الله البسام هذا يعني أقرب إلى الوهابية منه إلى الأشاعرة، يقول في علماء نجد خلال 6 قرون، يترجم هذا الشيخ المويسى، هو تصغير موسى، يقول: عبد الله بن عيسى الشهير بالمويسى، إلى أن يقول: قرأ على مشايخ نجد ثم ارتحل إلى دمشق، ومن أشهرهم العلامة السفاريني، وجد واجتهد حتى مهر في الفقه ثم عاد إلى وطنه. فإذا هو فقيه كذا إلى آخره، حتى لا أطيل في ترجمته. ولم نسمع كل هؤلاء العلماء ترجم لهم علماء آخرون، علماء معاصروهم، علماء أتوا بعدهم، ما سمعنا أحد كفرهم. الشيخ سليمان بن سحيم رحمه الله يقول في الدرر السنية الجزء العاشر صفحة 46: يعلم من يقف عليه أني وقفت على أوراق بخط ولد ابن سحيم صنفها يريد أن يصد بها الناس عن دين الإسلام،
عالم فقيه حنبلي بارع في الفقه في الأصول في التفسير يريد أن يصد الناس عن دين الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله، فأردت أن أنبه على ما فيها من الكفر الصريح وسب دين الإسلام. يعني ما أدرك بيشوف منامات وما فيها من الجهالة التي يعرفها العامة. ويقول له في رسالة: ولكن أنت رجل جاهل مشرك مبغض لدين الله، وتلبس على الجهال الذين يكرهون دين الإسلام ويحبون الشرك ودين آبائهم. وطبعا له الكثير من التكفير. هذا أيضا الشيخ سليمان ابن سحيم العنزي، قرأ على علماء نجد ومنهم والده حتى أدرك كذا، وصار مدرس أهل البلاد ومفتيهم وإمامهم وخطيبهم إلى آخر ترجمته. نعم سمحت الشيخ، سنستكمل معكم ومع سمحت الشيخ عبد العزيز بقية الحلقة، لكن اسمح لي أن نأخذ هذا الفاصل. أعزائنا فاصل ونواصل، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الأكارم من جديد. طبعا أنا أذكركم بأنه يمكنكم الاتصال بنا لطرح أسئلتكم وإبداء آرائكم ومداخلاتكم، ويمكنكم أيضا إرسال رسائل نصية عبر الواتساب. معنا هذا الاتصال من بريطانيا مع الدكتور أحمد. السلام عليكم دكتور ورحمة الله، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم دكتور جمال وإلى ضيوفكم الأعزاء، ونشكر هذه القناة على هذا البرنامج القوي والجميل. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجبني كثيرا ما قال قول الإمام الخميني وقول السيد السيستاني، وهذا يعني أدعو الشيخ عبد العزيز أن يقول نفس الكلام. بالأمس الشيخ عبد العزيز في قصة الغرانيق، ولن نتطرق إلى قصة الغرانيق، ولكنه قال أن ابن تيمية وابن عبد الوهاب آمنا بها ولأنها من صحيح القرآن، بينما الألباني قد كفر من يؤمن بها. فأنا أسأله سؤال بسيط، هل الألباني هنا ينطبق عليه قول حكم ابن تيمية وابن عبد الوهاب يستتاب وإلا يقتل؟ الألباني وأتباعه هل ينطبق عليهم يستتاب وإلا يقتل أم لا؟ حياكم الله وبارك فيكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فاجر. شكرا لكم دكتور أحمد. إليكم مجددا سمحت شيخ عبد العزيز، وسمعتم ما ذكره دكتور أحمد من بريطانيا وما ذكره سمحت الشيخ لؤي وسمحت الشيخ محمد الزعبي، تفضل. الحمد لله. أولا قضية أن الإمام محمد ابن عبد الوهاب يكفر على العموم أو يكفر بدون أدلة، وهذا فرية وكذب، وسوف نأتي إليه إن شاء الله. أما الشيعة فهم مهووسون بالتكفير. تخيل، هل تجد في كتبنا أننا كفرنا الصحابة؟ لم نجد أننا كفرنا الصحابة في كتبنا أبدا، لكن الشيعة كفروا، فقد كفروا الصحابة، بل ومن لم يكفر الصحابة كفروه، بل وكفروا أهل السنة وجميع المخالفين لعقائدهم الباطلة، حتى كفروا بعضهم البعض في البحار. يقول المجلسي: أقول كتب أخبارنا مشحونة. هذا ردا على ضيفك الثاني الذي يقول أنهم لم يكفروا لا الفطحية ولا الزيتية. اسمع، يقول المجلسي في كتابه بحار الأنوار: أقول كتب أخبارنا مشحونة بالأخبار الدالة على كفر الزيدية وأمثالهم من الفطحية والواقفة وغيرهم من الفرق المضلة المبتدعة. إذا أردت أن تنقل أنقل بصدق، لا تقل ما كفروا الزيدية ولا كفروا الفطحية، كفرهم. أيضا يوسف البحراني في كتابه الحدائق الناظرة
هذا رد على ضيفك الأول الذي يقول ما عندنا تكفير. اسمع ماذا يقول. يقول وأما الأخبار الدالة على كفر المخالفين، يعني أنا مخالف كافر، أنا كافر، وأما الأخبار الدالة على كفر المخالفين عدا المستضعفين فمنها ما رواه الكليني في الكافي بسنده عن الباقر قال إن الله عز وجل نصب عليا عليه السلام علما بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا ومن جهله كان ضالا. الله أكبر، هذا في الإمام علي، يعني أصبح علي أفضل من الرسول. الآن أيضا تكفير الصحابة على العموم، أولا هذه النقطة قضية التكفير الصحابة في الكافي في الروضة من الكافي للكليني، أتحدى أنك تجد في كتب ابن تيمية أو كتب عبد الوهاب تكفير للصحابة، ما تجد إلا في كتب الإمامية. اسمع، هذا في الروضة للكافي للكليني جزء الثامن صفحة 245، نأتيك بالمصدر وبالصفحة. روي عن أبي جعفر عليه السلام قال كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وآله إلا ثلاثة، كفروا أبو بكر وعمر وعثمان إلا ثلاثة، من هم؟ قال المقداد وأبو ذر وسلمان، والبقية كفار، الصحابة كلهم كفار إلا هؤلاء الثلاثة. أيضا يقول المجلسي في جلاء العيون صفحة 45 لا مجال لعاقل، هذا يخاطبكم أنتم، يقول الذي ينكر هذا ما عنده عقل، يقول الذي ينكر هذا المجلسي يقول ما عنده عقل، يقول لا مجال لعاقل أن يشك في كفر عمر، في كفر عمر. يقول أيضا وعلى كل من اعتبره مسلما وعلى كل من يكف عن لعنه، يعني الذي لا يقر بكفر عمر كافر، ومن لم يكفر عمر فهو كافر، يعني عمر كافر أيضا، فهذا يكفر عمر الفاروق. أيضا في بحار الأنوار تأكيدا لعقيدة التكفير الراسخة في المذهب عن مولى لعلي بن الحسين عليه السلام قال كنت معه عليه السلام في بعض خلواته فقلت إن لي عليك حقا ألا تخبرني عن هذين الرجلين عن أبي بكر وعمر، فقال كافران كافران، كافر من أحبهما، يعني أنا كافر الآن، أنا كافر لأني أحب أبو بكر وعمر. هذا في جلاء العيون في بحار الأنوار صفحة 29 الجزء 29 صفحة 137. هل بعد هذا التكفير تكفير؟ حتى الصحابة ما سلموا من التكفير. أيضا الأئمة الأربعة ما سلموا، الأئمة الأربعة أيضا لهم نصيب. أيضا يقول وما دام هؤلاء الأئمة الكبار العقلاء يعبدون الله بما شرع ويتبعونه ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، فأيضا هذا نالهم من الأمور ما نالهم. يقول محمد الرضوي ولو أن أدعياء الإسلام والسنة أحبوا أهل البيت عليهم السلام لاتبعوهم، وما أخذوا أحكام دينهم عن المنحرفين. المنحرفين من هم؟ أبو حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل. ويقول محمد بن عمر الكشي عن الإمام أحمد جاهل شديد النصب يستعمل الحياكة لا يعد من الفقهاء. وفي الكافي قال أبو موسى لعن الله أبا حنيفة. حتى الأئمة الأربعة كفروا، الأئمة الأربعة لعنوا. أيضا يعقب نعمة الله الجزائري في نور البراهين الجزء الثاني صفحة 160 على هذه الرواية بقوله ومن هذا الحديث يظهر لي أن الكوفي كان مشركا. أبو حنيفة مشرك لأنه يقول في مسجد الكوفة قال علي وأنا أقول. ويضيف الأئمة عليهم السلام وخواصهم أطلقوا لفظ الناصب على أبي حنيفة وأمثاله، هذا في الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 307، وفي الهداية الكبرى صفحة 146 لعن الله أحمد بن حنبل. أيضا تكفير أهل السنة عامة، يعني أهل السنة كفار كلهم عامة جميعهم، في كتاب المحاسن النفيسة في أجوبة المسائل الخراسانية صفحة 147 بل أخبارهم عليهم السلام تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنيا،
أنا سني يعني كافر، ولا كلام في أن المراد بالناصبة فيه هم أهل التسنن. يقول الشيعي محمد التيجاني السماوي في كتابه الشيعة هم أهل السنة، وغني عن التعريف بأن مذهب النواصب هو مذهب أهل السنة والجماعة. يقول نعمة الله الجزائري في حكم النواصب أهل السنة، يعني أنا منهم الآن، أن إنهم كفار أنجاز بإجماع علماء. ها هذا الإجماع الآن، نعمة الله الجزائري يحكي الإجماع. اتقوا الله سبحانه وتعالى ولا تردوا الروايات. الآن نعمة الله الجزائري يحكي الإجماع، يقول ماذا يقول؟ يقول إنهم كفار أنجاس بإجماع علماء الشيعة الإمامية، وإنهم شر من اليهود والنصارى. نعمة الله الجزائري يحكي الإجماع ويقول وإن من علامات الناصب تقديم غير علي عليه في الإمامة، يعني أنا قدمت أبو بكر وعمر وعثمان أنا ناصبي. أيضا يقول يوسف البحراني في كتابه الحدائق الناظرة الجزء الخامس صفحة 177 إن الأخبار المستفيضة، مستفيضة. البحراني يقول الأخبار مستفيضة، ما هي؟ بل المتواترة، يقول مستفيضة بل متواترة، دال على كفر المخالف وعلى نصبه وعلى نجاسته. يعني من هو المخالف؟ اللي هو السني أهل السنة والجماعة. فهم عندهم كفار ناصبين أنجاس. أيضا يقول الخوئي في المسائل المنتخبة صفحة 56 وصلت الفكرة أن الناصب في حكم الكافر. نعم شيخ عبد العزيز، أعطيتكم الوقت، أنا أعطيتكم الوقت الكافي وبينتم طبعا. نعم وبينتم طبعا. هذه المصادر جزاكم الله خير الجزاء. طبعا يعني الكل يعرف أنه يعني الشيعة على فتوى مراجعهم، مراجع الشيعة أفتوا بأن كل المذاهب هم مسلمون، وقلنا لكم أن مرجع الشيعة الإمام السيستاني قال السنة هم أنفسنا وولي أمر المسلمين، الإمام الخامنئي قال نفس هذا الكلام، وهناك فتاوى موجودة ومنشورة على الأنترنت. أيضا هذه الرسالة من الأخ عبد ستار البغدادي من العراق. السلام عليكم ورحمة الله، أشكركم على هذا البرنامج القيم، وأرجو من الشيخ الزعبي أن يذكر لنا مصدر فتوى السيد القائد، بارك الله بكم. عودة إليكم سمحت الشيخ لؤي، وقد ذكر عدة نصوص من كتب الإمامية الشيخ عبد العزيز، وفيها تكفير لباقي المسلمين، فما هو ردكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حاول جناب الشيخ عبد العزيز إيجاد أطلس تكفيري لدى الشيعة الوهابية. أبدأ من النقطة الأولى وهي الصحابة. توجد لدينا ثلاثة روايات عن الصحابة، ارتد الناس إلا ثلاثة أو إلا سبعة أو إلا أربعة. نقلها الكشي بدون أسانيد. ونحن لا نقبل بها. وإن أردنا أن نفسر الارتداد، فالارتداد بمعنى ارتداد نعمة وليس ارتداد عن الملة. لكن ماذا نصنع للبخاري؟ كما قال الشافعي يعني مرتدين، قال المرتدين نوعان، مرتد عن الملة ومرتد عن الالتزام بالزكاة. لكن ماذا نصنع في البخاري؟ هو قال يتحدى أنه في كتبنا لم نكفر الصحابة. البخاري ماذا يصنع؟ يؤتى بأصحاب النبي كما يروي البخاري، ونحن لا نقبل هكذا روايات، لكن هذه روايات البخاري. الذي لا يوجد تحت أديم الأرض أصح منه. فأقول ربي أصحابي أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أو إنهم في رواية أخرى ارتدوا على أدبارهم القهقرة، فأقول سحقا لمن بدل. روايات متعددة أيضا رويت في البخاري ومسلم حول أن الصحابة ارتدوا بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنها تشير إلى الآية القرآنية انقلبوا على أعقابهم، وما محمد إلا رسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لكن نحن أيضا لا نرتضيها،
هم تلزمهم هذه الرواية. نعم. هم بالخصوص الوهابية تلزمهم هذه الروايات، لأنه يكفرون أو يبدعون من يخطئ البخاري. هذا الجانب. من جانب النظري نحن لا نحكم بردة الصحابة ولا بتكفير الصحابة. نعم. والآثار التي وردت لدينا آثار ضعيفة لا نؤمن بها، لكن وردت في صحيح البخاري ومسلم وغيره من الكتب الروايات الصحيحة تحكم بردة الصحابة وهم الذين الملزمون بها. هذا الجانب النظري. الجانب العملي، غالبية الصحابة كما ورد في البخاري وكما ورد، يعني مثلا أبدأ من النقطة الأخيرة، أصحاب بيعة الرضوان بتعدادهم كانوا 1400، قتلهم يزيد ابن معاوية استأصلهم في وقعة الحر، وقبله أبوه معاوية ابن أبي سفيان قتل من البدريين أكثر من 70 بدري وأكثر من مئات الصحابة في صفين، وقبله جده جد يزيد أبو سفيان قتلهم في معركة أحد، والوهابية لا زالوا يدافعون عن أبي سفيان ومعاوية ويزيد قتلت الصحابة. نحن ننتقد مقدار من الصحابة هؤلاء الذين يدافعون عنهم، سمرة ابن جندب، معاوية ابن أبي سفيان، عمرو بن العاص. هذه الهالة حاولوا تصوير الشيعة أنه هم من يتحاملون على الصحابة، مع أن الوهابيين يدافعون عن قتلة الصحابة وعن من سبى بنات الصحابة والتابعين، وفي الطرف المقابل يبدعون ويكفرون من يحاول إيجاد الصحابة. يسار ابن سبا صحابي قتل عمار ابن ياسر، يرفض الوهابية أن تقول أن حديث النبي أن قاتل عمار وسالبه في النار، ويقولون صحابي رغب أن في النبي حاشا النبي أنه في الجنة، يعني الحديث المشهور ويحى عمار تقتله الفئة الباغية. نعم. هذا الجانب الأول. الجانب الآخر، المذهب الشيعي ليس كالمذهب الوهابي. محمد ابن عبد الوهاب طرح كما قرأنا البارحة أنه ليس فقيها ولا محدثا، لكن طرح شيء لأتباعه، أنه كل من يقرأ رواية في كتاب يستطيع أن يفتي على ضوئها، بينما نحن في بيان أصل المذهب ليس كذلك. كتبنا مملوءة بالروايات، فيها الكثير من الروايات، هذه الروايات فيها الغث والسمين. هذا الأمر مرتبط بالعالم، هو الذي ينقح هذه الروايات ويخرج هذه الروايات ويقبل هذه الروايات. ولا يوجد لدينا عالم كفر عموم من قال لا إله إلا الله، لأنه توجد. لماذا لم يخرج رواية الإمام الرضا كما رواها الصدوق؟ من قال كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. نحن لا نكفر بهذه المسألة. ولذلك حتى السيد الإمام في تعليقته على المكاسب المحرمة حينما يأتي إلى مسألة الكفر والارتداد يقول غالبية المسلمين، بل حتى اليهود والنصارى لا نحكم عليهم، هؤلاء مستضعفين لا نحكم عليهم بكفرهم. أما اصطياد العبارات من هنا وهنا، وحتى صاحب الحدائق لديه ثلاث عبارات ليس عبارة واحدة، والعبارة الأخيرة التي استقر عليها قال بأن حتى المخالفين أنهم مسلمين وليسوا كفار، لأنه أدخلهم في قسم المستضعفين. ما أدري بعد قسم من الروايات. أنا قرأت أيضا فتوى للإمام الخميني في مجموعته أن أبا بكر مسلم وعمر مسلم وعثمان مسلم ومعاوية مسلم ولا يقبل بتكفيره. أما قضية فتوى الإمام الخميني. أما قضية الناصب. يرجع إلى بحث النجاسات في قسم الناصب. ماذا يعرف فقهاء الشيعة الناصب؟ الناصبي يقول هو المبغض المتدين ببغضه لأهل البيت. ولا يوجد أحد من المسلمين يبغض أهل البيت، كل المسلمين من البديهيات المسلمين حب أهل البيت. هذه عقيدة عندهم. وأما قضية أبو حنيفة، أبو حنيفة من تلامذة الإمام الصادق، وكان يجالس الإمام الصادق، وكان زميلا لمؤمن الطاق، لم يكفره الإمام الصادق ولم يطرده، وكان لديه سجالات وكلام مع الإمام الصادق، لم يكفره ولم يطرده من مجلسه يوما. نعم. وأما الروايات هكذا يؤخذ بها، فنقول نحن لا نعمل بالروايات. لكن اسمح لي فأنقل واحدة عن الوهابية. أحد مشايخ الوهابية أو أحد عامة الناس احترض على الوهابيين، على الحركة، حركة الشيخ محمد عبد الوهاب، أنه
أنتم تدعون الناس إلى التوحيد، دعوتم الناس إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله، لكن بلاش التكفير، اتركونا، لا تكفروا الناس ولا تبيحون الدم. لاحظ هذه فتاوى الأئمة النجدية حول قضايا الأمة المصيرية المجلد الرابع، هذا في صفحة 113. شوف العبارة، يعني إنسان حريص يريد أن عدم إراقة الدماء، أنه لماذا أنتم تحكمون علينا بهذا بالكفر وكذا. تفضل. يقول وأما الطائفة الثانية وهم الجنود المنتشرة فكثير منهم لا نشعر بهم ولا نعرفهم، إذا دخل أهل بلد في الإسلام وعاهدوا ساروا إلى من حولهم من غير تحقيق. وأما الجيوش والأجناد الذي نجهزهم من الوادي وأتباعهم فنأمرهم بقتال كل من بلغته الدعوة وأبى. ثم يقول فلما من الله بهذه الدعوة وقام الجهاد أجلبوا كلهم على محاربة دعواهم. وهكذا ينقل كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قاتل من قاتله ليس لكونهم بغاة وإنما قاتلهم على ترك الشرك. ثم ينقل عن محمد بن عبد اللطيف أنه قتال الناس، وهكذا يستمر في القتال والتكفير وإباحة الدماء ونحو ذلك من دون ورع ومن دون تثبت. فإذا قيل التوحيد زين والدين حق إلا التكفير والقتال، قيل اعملوا بالتوحيد ودين الرسول ويرتفع حكم التكفير والقتال. أنت اقبل الدعوة مالتنا، اقبل فهمنا للتوحيد، حين ذلك نرفع عنك السيف. فيقول فإن الله أمر بقتلهم وحصرهم والقعود لهم كل مرصد إلا إلى أن يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الزكاة. إليكم سماحة الشيخ محمد أسرع، طبعا أعطيكم الوقت كامل من باب العدالة في تقسيم الوقت، إذا سمعتم ما ذكره سماحة الشيخ عبد العزيز وما رد به سماحة الشيخ محمد الزعبي. تفضل. يعني نحن قلنا له بأنه وسمحت الشيخ قال بأنه هذه روايات لا سند لها، يعني غير ملزمة، أهل المذهب هم من يشرحون ما في مذهبهم. وقلنا له بأنه الشيعة لا يقلدون الميت، ها هم مراجعهم الأحياء يقولون هناك سوق المسلمين ويأكلوا ذبائحهم وتزوجوا منهم. نكرر المطالبة، نكرر المطالبة، نطالب أهل الوهابية. نحن يعني طيب ماشي، أنا سأسلم معه جدلا، الشيعة يكفرون السنة، سأسلم معه جدلا، ما الحل يا سماحة الشيخ؟ أن يتراجعوا. طيب الإمام السيستاني لا يكفر ويقول هم أنفسنا، يعني الإمام الخامنئي، إذا هدول المرجعين الأكبرين في الأمة يعني وفي الحواضر، فإذا انتهى الموضوع عندهم الآن الدور لكم، خليني أعتبرهم تراجعوا، بدي أسلم معك جدلا أنه هذه روايات ملزمة. مع أنه هو أورد قبل ذلك من كتب الشيعة روايات في مدح أبي بكر وعمر، يعني ماذا تفعل بها؟ كيف تجمع بين هذه وهذه؟ بكل حال الآن الدور للوهابية والأشاعرة يقولون نحن لا نكفر الشيعة ولا نكفر ولا نكفر. الآن الدور على الوهابية، عليكم حتى تكونوا كباقي المسلمين أن تقولوا الإمامية مسلمون والزيدية مسلمون والأشاعرة مسلمون والصوفية مسلمون، كل من كفرتمهم تراجعوا ما في مشكلة. بالنسبة لأبي حنيفة، إذا قرأت في كتاب عبد الله بن أحمد بن حنبل السنة يقول وأخبرت عن إسحاق بن منصور الكوسج قال قلت لأحمد بن حنبل يؤجر الرجل على بغض أبي حنيفة وأصحابه؟ قال إي والله. إذا كان انتقلنا أيضا كتاب السنة، يعني نفس عبد الله يقول حدثني مهنا بن يحيى الشامي سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول ما قول أبي حنيفة عندي والبعر إلا سواء. حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول حدثني محمود بن غيلان حدثنا محمد بن سعيد بن سلم عن أبيه قال سألت أبا يوسف وهو بجرجان عن أبي حنيفة فقال وما تصنع به؟ مات جهميا. حدثني أبو الفضل أبو حنيفة كان يرى السيف أول من قال أبو القرآن مخلوق. حدثني عبد الله بن عون بن الخراز أبو محمد وكان ثقة حدثنا شيخ من أهل الكوفة قيل لعبد الله بن عون هو أبو الحكم فكأنه أقر به
قال سمعت سفيان الثوري يقول قال لي حماد بن أبي سليمان اذهب إلى الكافر يعني أبا حنيفة. حدثني أبو الفضل الخراساني، حدثني علي بن مهران الرازي، حدثنا جرير، أنا أقرأ لك بالأسانيد، عن محمد بن جابر قال سمعت حماد بن أبي سليمان يشتم أبا حنيفة. حدثني إسحاق بن أبي يعقوب الطوسي، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن سليم المقرئ عن سفيان الثوري قال سمعت حمادا يقول ألا تعجب من أبي حنيفة يقول القرآن مخلوق؟ قال قل له يا كافر يا زنديق. الأوزاعي لقد ضرب الله طوقا من نار على قبر أبي حنيفة لا أعلمه إلا ينقض عرى الإسلام، ضيع الأصول وأقبل على القياس. يعني فمعليش يعني إذا كان بدنا نجيب روايات ونحشد روايات كل الناس بتجيب روايات وبتحشد روايات، لكن نحن نقول ما يقوله محمد بن عبد الوهاب وهم يقرون بأنهم يلتزمونه. هنا المشكلة، المشكلة أنهم يقرون أنهم يلتزمون هذا الكتاب، ولذلك يعني نحن نقول يعني هم ما زالوا ملتزمين، هم يعني هو لا زال إلى الآن. الآن إذا سألته هل هذه الصوفية مسلمون سيقول لك لا، هل الأشاعرة مسلمون سيقول لك لا، هل لا يسمحون للدروس بالحج؟ إيه لا يسمحون للدروس بالحج. فأنا أحيانا هم شو يقولون إنه ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب ما كفر المعين وإنما كفر الفعل، ما كفر الشخص. طبعا أنا ذكرت له العلماء لي، بس أرسلت للإخوة وثيقة من كتاب محمد بن عبد الوهاب. ذكرتم سمعت شيخ بعض الشخصيات بالاسم، إيه الاسم طبعًا وبالعين طبعًا. لا، لا هذه الوثيقة ما بعرف إذا كان عندهم وثيقة. نقول نحن للمخرج إذا ما هي من كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، هي ثلاث صور فقط، وثيقة واحدة موجودة عندكم. هذا الكتاب هو مفيد المستفيد في بس شوف طبع مين. يا ريت يقلبوا الصفحة اللي بعدها حتى نشوف طباعة مين. شوف الصفحة اللي بعدها حتى نشوف الطباعة. نعم. المهم في هذا الكتاب في مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد يقول ابن عبد الوهاب، طبعا ينقل عن ابن تيمية يسميه شوف هو طباعة من الكتاب. نعم. بس طبعا حتى داعش. إيه بس حتى ما يقول انه لا يقبل بكلامه. هو الكلام نفسه موجود في الدرر السنية. نعم. بركي حرفوا بالكتاب مثلا اذا كانوا لا لا موجود بالدرر السنية. إيه نعم. 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 يقول ابن عبد الوهاب بعد ما نقل عن أبي العباس ابن تيمية يقول فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعوها بأنواع الأدعية، وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام. وهذه ما سمعناها إلا عند ابن تيمية، يعني يعبد شمسا وقمرا، يسجد للشمس والقمر. يسجد للشمس هل سمعت وقمر؟ بمسلم يسجد للشمس ما والقمر؟ سمعت. سمعنا عن قوم سبأ. نعم. بس من أين أتى بها لا أعرف. المهم طبعا محمد عبد الوهاب ينقلها ويؤيدها. وصنف بعض المشهورين فيه كتابا، طبعا هنا يقصد الرازي بس ما ذكره. محمد عبد الوهاب يقول شوف كيف قال عن الرازي. وصنف بعض المشهورين فيه كتابا على مذهب المشركين مثل أبي معشر البلخي وثابت بن قرة وأمثالهما ممن دخل في الشرك وآمن بالطاغوت والجبت وهم ينتسبون إلى الكتاب، كما قال تعالى انتهى كلام الشيخ رحمه الله، انتهى كلام ابن تيمية. هلأ الآن سيتكلم محمد بن عبد الوهاب. فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام ابن تيمية الذي ينسب إليه من أزاغ الله قلبه عدم تكفير المعين. عدم تكفير المعين الذي ينسب إلى ابن تيمية عدم تكفير المعين، هذا أزاغ الله قلبه. يعني ابن تيمية كفر المعين. إيه محمد بن عبد الوهاب يقول اللي بينسب لابن تيمية عدم تكفير المعين أزاغ الله أزاغ قلبه. الله قلبه. فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام ابن تيمية الذي ينسب إليه من أزاغ الله قلبه عدم تكفير المعين. كيف ذكر مثل الفخر الرازي وهو من أكابر أئمة الشافعية ومثل أبي معشر وهو من أكابر المشهورين من المصنفين وغيرهم أنهم ارتدوا عن الإسلام. والفخر هو الذي ذكره الشيخ في الرد على المتكلمين لما ذكر تصنيفه الذي ذكر هنا وقال وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين. طبعا هذا النص موجود في الدرر السنية الجزء التاسع صفحة 404-405. لكن نقلناه من كتاب عن الدولة الإسلامية. يعني عن فإذا حتى كفر المعين ما بقى يقدروا يطلعوا منه. كان يقولوا أنه محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية لا يكفر المعين إنما يقول بكفر الفعل. محمد بن عبد الوهاب نفسه يستنكر ويقول أزاغ الله قلبه، هو اللي بيقول ابن تيمية لا يكفر المعين.
إذن ابن تيمية يكفر المعين، ومحمد بن عبدالوهاب يشد في هذا الموضوع إذن وهو أيضا يكفر المعين. أعزائنا المشاهدين، نأخذ هذا الفاصل ونعود بعده لمتابعة الحلقة، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الأكارم من جديد. دكتور أحمد من بريطانيا يطلب من الشيخ عبد العزيز أن يجيب على سؤاله لو سمح الشيخ، هل الألباني وأتباعه عندك يستتابون أو يقتلون في حادثة الغرانيق؟ الدكتور نوري الهاشمي، السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا الجليل الشيخ عبد العزيز، موضوع الحلقة هو الفكر الوهابي، فإن جاءت حلقة عن الفكر الإمامي فلا بأس بأن تذكر، لماذا لا تدافع عن مذهبك؟ نقول أيضا أنه نبدأ كلامنا بقال الله وقال الرسول، ولكن المهم أن يكون الكلام موافقا لكلام الله ورسوله. وبقية الرسالة رسالة طويلة. طبعا أنا أشكر الدكتور نوري الهاشمي. إليكم مجددا سماحة الشيخ عبد العزيز، تفضل. الحمد لله. الفرية والكذب على الإمام محمد بن عبد الوهاب واضح، يقول في أحد كتبه: وقولكم إننا نكفر المسلمين كيف تفعلون كذا كيف تفعلون كذا، فإنا لم نكفر المسلمين بل ما كفرنا إلا المشركين. وبعث برسالة لمحمد بن عيد أحد مطاوع السرمداء يقول له: وأما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن والموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. وفي رسالة لأهل القصيم يشير رحمه الله إلى مفتريات الخصم العنيد ابن سحيم ويبرئ نفسه من فرية التكفير المسلمين وقتلهم، يقول الشيخ: والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقلها ولم يأتي أكثر كمن يفتري عليه الآن في هذا البرنامج، يفترون على الإمام. فهو يقول: والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقلها ولم يأتي أكثرها على بالي، فمنها قوله: إني أقول أن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء، وإني أكفر من توسل بالصالحين، وإني أكفر البوصيري، وإني أكفر من حلب بغير الله. جوابي عن هذه المسائل أن أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم. الإمام يرد عليكم ويقول: سبحانك هذا بهتان عظيم. أما قضية أننا في كتبنا نكفر الصحابة، أتحدى أن تأتي لي برواية صحيحة أنني أو أننا نكفر الصحابة. أما الذي أوردته في البخاري فهذا ليس في الصحابة، إنما هو في المنافقين. اقرأوا الكتب وتمعنوا وافهموا، لا تأتي وتحط لي في الصحابة. الصحابة من كفرهم؟ هذا في المنافقين. وسوف أقول لك كلام الإمام النووي الذي طعنتم به في البارحة، وابن حجر الذي طعنتم فيه بالبارحة، وكلام العلماء كلهم يقول: وكذلك الحال بالنسبة للابتداع والإحداث في الدين، فالصحابة كان وجودهم هو صمام الأمان الذي يحول دون ظهور البدع وانتشارها، ولم تشتد البدع وتقوى شوكتها إلا بعد انقضاء عصرهم. ويدل على قوله صلى الله عليه وآله وسلم: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم. قال الإمام النووي رحم الله النووي الذي طعنتم به بالبارحة، قوله: وأصحابي أمن لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون، معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم وانتهاك مكة والمدينة وغير ذلك، وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فالحديث إنما هو في المنافقين وليس في الصحابة الكرام الذين عناهم الحديث. أيضا دفاعكم الآن الذي سمعته هو دفاع في غير محله، فهناك أشياء تدين ما ذهبتم إليه. الخميني يقول إن أهل السنة والزيدية والإسماعيلية ليسوا إخوان للإثنى عشرية،
قال الإمام الخميني في كتابه المكاسب المحرمة. نعم المكاسب المحرمة. في المكاسب المحرمة سأتك في المكاسب المحرمة يقول: فغيرنا ليسوا بإخواننا وإن كانوا مسلمين، فتكون تلك الروايات مفسرة للمسلم المأخوذ في سائرها بأن حرمة الغيبة مخصوصة بمسلم له أخوة إسلامية إيمانية مع الآخر. سمعت شيخ عبد العزيز، النص الذي أردته ليس فيه تكفير، يقول أنهم مسلمون، يقول أنهم مسلمون. يا أخي دقيقة اسمع كلامي. طب. اسمع كلامي، يقول ليسوا إخواني الاثنى عشرية. نعم. يعني نحن لسنا إخوانكم. ما معنى ذلك؟ كمل النص. وش معنى؟ معنى الأخ يعني أنا في ديني ودينك واحد. لا أكمل النص، أكمل النص، فهم مسلمون. نعم. طيب. أكمل النص. يقول: بل لا ينبغي أن يرتاب في أن الظاهر من مجموعها اختصاصها بغيبة المؤمن الموالي لأئمة الحق، مضافا إلى أنه لو سلم إطلاق بعضها وغض النظر عن تحكيم الروايات التي في مقام التحديد عليه فلا شبهة في عدم احترامهم، بل هو من ضروري المذهب كما قال المحققون، بل الناظر في الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرقة لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة فيهم، بل الأئمة المعصومون أكثروا في الطعن واللعن عليهم وذكر مساوئهم. هذا في الجزء الأول في المكاسب المحرمة. نعم. صفحة 251. النص الذي ذكرتموه شيخ عبد العزيز يقول أنهم مسلمون، يتكلم عن حكم الغيبة أليس كذلك؟ اسمع، يقول هتكهم والوقيعة فيهم، مش معناها؟ نعم. معناها أن ما يرون شيء، يعني مرة انت يعني صفر على الشمال. دعني أكمل بارك الله فيك. فضل. يقول نعمة الله الجزائري، هذا محدث الشيعة. نعم. ماذا يقول؟ يقول: إنا لا نجتمع معهم أي السنة على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون أن ربهم الذي كان محمد نبيه وخليفته بعد بكر، ونحن نقول لا نقول بذلك الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خلق خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. هذا في الأنوار النعمانية. نعم. السائل الذي يقول لماذا أبو عائشة يتحدث عن الإمام، أقول أنتم أتيتم بالتكفير في كتب بن عبد الوهاب، وكتبكم مشحونة ومهووسة بالتكفير العام، يعني الكرة الأرضية من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن كلهم كفار، الصحابة برمتهم كفار، أمهات المؤمنين كفار، التابعين كفار، كلهم كفار ما عدا ثلاثة فقط استثنيتموهم من الكفر، وما عداه أبو بكر كافر، عمر كافر، عثمان كافر، عبد الرحمن العشر المبشرين بالجنة كفار ما عدا الإمام علي. نعم. أمهات المؤمنين كافرات ما عدا أم سلمة. سمعنا. هذا الانتقائية. نعم. ذكرتم هذا قبل قليل. فنحن نرد عليكم. نعم. ونقول التكفير في كتبكم أعم وأطم، أما نحن. نعم. فنكفر من كفره الله ورسوله. نعم. لا نزيد على ذلك ولا ننقص. نعم. شكرا لكم سماحة الشيخ عبد العزيز. إليكم سماحة الشيخ لؤي، ذكرتم قبل قليل عدة وثائق، وما هو تعليقكم على ما ذكره الشيخ؟ يعني 4-5 دقائق تفضل. أقول بأن الشيخ عبد العزيز نسف كلامه، لأن العبارة التي قرأها عن الإمام الخميني أثبتت أنهم مسلمون. نعم. أما البحث في بحث موضوع الغيبة وغير ذلك موضوع آخر، هذا في بحث الإيمان. نعم. هذا موضوع آخر. نعم. هذا الأمر. أما الحديث الذي في البخاري فهو يقول أقول أصحابي. يا ربي أصحابي، وكل المحدثين يعرفون الصحابة هو من رأى النبي وآمن به ومات على الإيمان. نعم. فالمنافقون ومنهم من ليسوا يقول وسمع منهم وسمع. فالمنافقون ليسوا من الصحابة. نعم. ولو رأوا النبي يعني. المنافقون لم يؤمنوا ولم يموتوا على الإيمان. فنص المحدثين سواء ابن حجر والنووي أنهم ليسوا من الصحابة. نعم. والحديث يقول يا ربي أصحابي فيقول. نعم. بعدا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول بعدا لمن غير وبدل. ثم جناب الشيخ عبد العزيز حكم على الخليفة عمر بن الخطاب أنه منافق. نعم. لماذا؟ روت السيدة أم سلمة قالت إني سمعت رسول الله يقول إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أموت، فسمع الحديث عمر بن الخطاب فذهب إلى أمي سلمة قال هل أنا منهم؟ قالت لا ولا أبرئ أحدا بعدك.
إذن إذا كان الحديث في المنافقين فعمر بن الخطاب وفقا لما طرحه أنا لا علاقة لي به يكون من المنافقين حينئذ، وإلا لماذا يذهب لأم سلم؟ وهذا الحديث رواه الطبراني وهو حديث صحيح لا إشكال فيه. فإذن الأحاديث التي وردت في البخاري، نعم هم وقعوا في إشكالية كيفية توجيه هذه الأحاديث، وقعوا في إشكالية. حتى الإمام الألباني اللي ما يقبل به حينما جاء إلى أبو الغادي الجهني يسار ابن سبع يقول قالوا بأنه من الصحابة بل من أصحاب بيعة الرضوان وهو من أهل الجنة، والنبي قال قاتل عمار وسالبه في النار، فإذا قلنا أنه من الصحابة والصحابة كلهم في الجنة فيلزم إسقاط حديث النبي، لذلك أخرجه من الصحابة. هم يتناقضون في بعض الكلمات وفي بعض الأقوال، وإلا هؤلاء الذين قال النبي عنهم يا ربي أصحابي أصحابي هؤلاء صحابة. سعيد بن المسيب يقول سألت عمي طوبى لك شهدت النبي وصحبته سمعت النبي وصحبته، قال يا ابن أخي إنك لا تدري ما أحدثنا بعده، وهذا في صحيح البخاري. فالحديث وارد في الصحابة الذين رأوا النبي وآمنوا به ووفق تعريفهم ماتوا على الإيمان وليسوا وسمعوا منه وليس واردا في المنافقين. نحن كلامنا ما زال قائما لا حينما يأتي إلى عبارة. أما عبارة الشيخ نعمة الله الجزاري عبارة طريفة، يقول هو لو دقق فيها أن الرب الذي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وخليفته أبو بكر، يعني أن الله جعل أبو بكر خليفة، هذا ليس ربنا، هذا الذي يقوله. وهم متفقون أن أبا بكر ليس مجعولا، ليس مستخلفا من قبل الله سبحانه وتعالى، بل إن أبا بكر استخلف من قبل الناس. فعبارة نعمة الجزائري شيخ نعمة الله الجزائري خارج عن الموضوع تماما، هو لا يدقق في العبارات أصلا. عندي وقت له تفضل على الدقيقة تفضل. أما حينما نأتي أقرأ فقط هذا، لاحظ ماذا فعل الوهابيون. إذا رجعنا إلى تاريخ نجد، عنوان المجد في تاريخ نجد فقط هذه الوثيقة 279 للشيخ ابن بشر، إيه ابن بشر في صفحة 279 من الجزء الأول هذه العبارة، يا أخي هذا الرجل وفي هذه السنة سنة 1218 وفي هذه السنة كانت غزوة البصرة يتحدث، وكان من عادته إذا أراد غزو الشمال قصد الجنوب سعود أو الغرب ثم رجع لما يريد وبالعكس، وإذا كان يريد جهة من تلك الجهات وارى بغيرها. فلما رحل عنه غزوان بوادي الشمال من التنومة رحل منها وقصد جهة الدرعية، فسار نحو يوم أو يومين فوصل تلك البوادي أوطانهم وأخبروا من طيب. في جهتهم بقوله ثم أن سعود عاد إلى البصرة، فلما أتى قراء وافق كتيبة خيل المنتفق رئيسهم منصوب الثامن ظاهرين فأغارت عليهم خيل المسلمين وقتلوا منهم قتلى وأخذوا منصورا أسيرا وثم ضربوا عنقه. بعدين قال لي رجل من أهل الزبير لما ثارت البنادق شبت النار في الأرض والجو وظلمت السماء ورجفت الأرض بأهلها وانزعج أهل الزبير انزعاجا عظيما وصعد النساء في رؤوس السطوح ووقع فيهم الضجيج وألقت بعض الحوامل فأقام محاصرهم نحو 12 يوما وحصد جميع زروعهم ورحل قافلا إلى وطنه. شكرا لكم سمعت الشيخ محمد في الدقائق الأخيرة الباقية. كم هي وفي هذه الدقائق؟ نعم. حتى أعرف. تفضل هذا تفضل أنا أخبرك تفضل خمس دقائق تفضل. خمس دقائق لأنه أنا كنت سأسرد له مسرد من العلماء والقضاة الحنابلة فقط فضل. الذين كفرهم سأسردها بشكل سريع. أحمد بن يحيى القاضي قاضي رغبة يقول عنه ابن يحيى لأنه من أنجسهم وأعظمهم كفرا، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعينه نعم. يعينه ويقول بعدين نحن يا سمحت الشيخ حطينا لك الصورة على ما افترينا، نحن عم نجيب كتبه فقط ما عم نحكي، نحن ما تكلمنا، هو الذي يتكلم هو يفتري على نفسه، فإذا هو اللي عم يقول. الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن عفالق رحمه الله يقول عنه هذا هو الكفر الصراح والردة الواضحة إلى آخره.
ثم يقول في الدولة الثانية جزء. ما كنت بدي أذكر المصادر لأنه هو بيعرف بيقدر يطلع بيحط. يعني من أجل المشاهدين فمنهم من يبحث لأنه ويستقي المصادر. المشاهد بيقدر يأخذ جملة من العبارة ويبحث عنها على الإنترنت. موجودين. بكل حال الدولة الثانية الجزء العاشر صفحة 110 يقول فأما ابن عبد اللطيف وابن عفالك وابن مطلق ولكن ابن فيروز أقربهم إلى الإسلام. كله كفار بس ابن فيروز أقربهم. لن أستمر القائمة تطول لأنه مهم عندي جدا ما قرأه سماحة الشيخ من كلام ابن عبد الوهاب. وهذا اللي قرأه من الدورة الثانية الجزء العاشر صفحة 33-34 يقول وأني عم على افتراءات ابن سحيم وأني أدعي الاجتهاد وأني خارج عن التقليد. إذن فلنقل محمد بن عبد الوهاب ليس مجتهدا بل هو مقلد وهذا ما ينفيه عن نفسه. عم يقول ابن سحيم يفتري علي ويقول أني أدعي الاجتهاد وأني أخرج وأني أكفر من توسل بالصالحين. إذن فلنقل ابن عبد الوهاب لا يكفر من توسل بالصالحين وأني أكفر البوصيري. وإذن ابن عبد الوهاب لا يكفر البوصيري. وسنجد أن ابن عثيمين إذا سمح الوقت نفسه يكفره وأحفاد ابن عبد الوهاب وأولاده كلهم كفروا. وأني لو أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدمتها. إذن نقول ابن عبد الوهاب يقول القبة مشروعة ولا يجوز هدمها ويجوز البناء على القبور. هذا هو اللي عم ينفي عن نفسه. وأني أحرم زيارة قبر النبي. إذن ابن عبد الوهاب يقول تشد الرحال إلى قبر النبي. وأني أكفر من حلف بغير الله. وأني أكفر ابن الفارض وابن عربي إلى أن يقول بعد كل هالشيء سبحانك هذا بهتان عظيم. إذن ابن الفارض مؤمن وابن عربي مؤمن. نفس ذكرتهم يعني ذكره بالنص الشيخ عبد العزيز. خلينا نشوف شو بيقولوا الوهابية. قديش إسا في حفيد ابن عبد الوهاب الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب في الدورة الثانية الجزء الحادي عشر صفحة 217 يقول فمما وقع فيه هؤلاء من الغلو والشرك العظيم ما ذكره صاحب المنظومة بقوله يا أكرم الخلق. هونيك هو شو بيقول وأني يكفر البصير لقوله يا أكرم الخلق. أنا ما بكفر لهذا القول. فهو شو عم يقول حفيده الغلو والشرك العظيم في قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. ومنهم من يقول نحن نعبد الله ورسوله. هذا طبعا كذب مالي وماله. الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في شرحه لمقدمة كشف الشبهات صفحة 162-163 يقول لهذا لابد أن تنتبه إلى أن عدو التوحيد من علماء المشركين ليس من صفته أن يكون غير عالم. طبعا بعد ما بيكفر علماء محمد بن حميد وكذا وكذا والفخر الرازي وأحمد زيني دحلان ومحمد بن علوي كل هدول وكل عفوا كذلك ذاك التكفير ابن الفارض وغيره. وقرر ما قاله البوصيري. ليش مكفر مثلا ليش مكفر محمد بن حميد الشرقي صاحب السحب الوابلة على ضراع الحنابلة؟ يقول بعد ما صنف رد وكذا فصنف ردا على المشايخ فيما تكلموا فيه على منظومة البوصيري الميمية وأبطل أن يكون ذلك شركا وقرر ما قاله البوصيري إلى آخر ذلك. فذا مكفروا لأنه يدافع عن البوصيري ويقرر ما قاله البوصيري. في كل حال نحن نقبل إذا كان مستعد أن يقول ابن الفارض مؤمن وابن عربي مؤمن والبوصيري مؤمن. طبعا ابن عثيمين ما بقى في وقت وقال لك بدي أذكر لك قديش يعني الوقت دهمنا موجود موجود فتوى ابن عثيمين. حطوا البردة ابن عثيمين على موقع ابن عثيمين بتلاقوا قصيدة البردة ويقول هذا شرك عظيم وهذا كفر عظيم وهذا كذا. أنا أكتفي طبعا بهذا المقدار دهمنا الوقت. كل الشكر لكم فضيلة الشيخ محمد الزعبي الباحث في القضايا الفكرية والوحدة الإسلامية ولكم سمحت الشيخ لؤي المنصوري الباحث والكاتب الإسلامي وأيضا لفضيلة الشيخ عبد العزيز الشريف الذي كان معنا عبر سكايب من المملكة العربية السعودية الداعية الإسلامي ولكم مشاهدينا ولجميع من راسلنا. وغدا حلقة جديدة. إلى ذلك الحين هذا جمال بري يودعكم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.